باللي اليوم باش تشوفوه في السيد الوزير، علاش ما خرجش هذا الصندوق؟ احنا شنو هذا الصندوق؟ احنا باش نعملوا قرارات، راه ما عنديش فلوس عندنا في الحال. نصدروا قرارات ونصدروا برنامج شامل. احنا ماذا بينا؟ مادام الهيئة موجودة، خلي تبذل شوية مساعي، وبدينا فيها الحقيقة أنه نتجه للجهات الدولية الأجنبية أنها تمول هذا الصندوق. يعني وقت اللي احنا حكينا معاهم، نقول لك هذا الصندوق مش مول، نحكي عليه على شنو؟ وجدوه ساعة، نقول لي شنو مشاريع، وأنا نحكي معاكم بعد. احنا ماذا بينا نساعد، لكن إذا كان شد بعدنا احنا اللغط، معنا ما نعمل، باش يلزم هالصندوق يخرج. أنه الضحايا تهوى، صحيح. الضحايا كيف يجيونا ما يحسبوناش مدة عمرنا اللي بدينا. يعني عندنا توا نقولوا احنا بداية 2015. يحسبونا من بداية الثورة. وعندهم الحق، عندهم الحق نفهموا احنا. خاطر آلامهم كبيرة، جروحهم كبيرة، أوضاعهم الاجتماعية والمهنية أكثر من بريكات معناها، أوضاع تعيسة، والناس أملت وما تعرف في حتى شيء جايها، وأملها أنه جايات الحقيقة تاخذ لها حقها. إحنا ماذا بينا نتعاملوا معاكم كمجلس نيابي أنه على الأقل هالصندوق خلي يتوجد، خلي إحنا نعملوا هالبرنامج الشامل.